ناخذ مكالمة أخرى معنا. سعاد من طاطا، ألو. أهلا سناء. لاباس عليك سعاد، مرحبا. الحمد لله. الله يبارك فيك، كل شيء على خير. الله يبارك فيك. الحمد لله. لا اختك سعاد. عندي واحد الاقتراحات اليوم. عندي واحد لاصالاد بالبيغي البطاطا. إيه. بمناسبة الصيف كتجي غزالة، تجي باردة وتجي شهية. واخا. نبداو بلابيغي البطاطا. حاجتنا في 4 ديال البطاطا تيكونوا كبارين. تنقطعو تنقشروهم ونقطعوهم طرائف وتنسلقوهم في الماء، شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. من بعد ما كيتسلقوا كنصفيهم ونخرجوهم في هذيك الماكينه ديال الكفته. ايوا واخا. يعني كتولي عندنا بحال الشكل ديال العجينه. تنضيفوا لها واحد جوج المعالق ديال الياغورت مسوس، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وتنعجنوها بيدينا. فكنحصلوا على واحد العجينه كتكون متماسكه شويه. ايه مجموعه واخا. بالنسبه للحشوه، حاجتنا في الروز مسلوق. السيده لها الاختيار. اللي عندها جلبانه مسلوقه، خيزو مقطع طريفات، بطاطا، الذره المعلبه، فرماج حمر حتى هو مقطع طريفات. الى على حسب شنو السيده شنو يتواجد عندها. اي حاجه يمكن لها تضيفها، شويه الخيار مثلا. البطاطا كتمشي مع بزاف ديال المواد. شويه ديال الكورنيشون حتى هو، الفطر حتى هو الا بغيناه، الطون حتى هو الا بغيناه، اي حاجه يمكننا نديروها. تنخلطوهم مع الرز، المكونات كلهم تنخلطوهم مع الرز مسلوق، وتنجمعوهم بالباقي ديال الياغورت اللي بقى عندنا. تنجمعوهم تنخلطوهم كلشي. بالنسبه للطريقه، كناخذوا هذيك لابيغي ديال البطاطا، حاجتنا في مول تيتحل من الجوانب. تنفرشوا له واحد شويه ديال لابيغي، ونفرشوا حتى من الجناب، من الارضيه ومن الجوانب. عاد كنعمروا ديك الحشوه ديالنا. وكيبقى لنا واحد شويه، تنخليو واحد شويه ديال لابيغي ديال البطاطا، وتنسدوا بها الفوق ثاني. باش ما كتبقاش باينه ديك الحشوه، كتجي بحال المفاجاه. كندخلوها للثلاجه تقريبا 15 دقيقه حتى كتشد في راسها، وتنخرجوها وتنزينوها على حسب اي وحده شنو بغات. بنفس الطريقه هنا عندنا ديال الخضره، كنا نديرو ديال الفواكه بلا بيغو ديال البطاطا. نديرو ديال الفواكه غير عوض هذاك الياغورت مسوس، تنديرو ياغورت حلو بنكهه الفاني. وبالنسبه للحشوه، يمكننا نديرو الرز ونديرو ونقطعو الفواكه اللي عندنا، بنان، فريز، اي حاجه، ونديرو ونخلطوهم نجمعوهم بالياغورت يكون حلو. وبنفس الطريقه ثاني كندخلوها 15 دقيقه حتى كتشد في راسها، ونخرجوها ونذوقوها بالفواكه. كتجي زوينه وصحيه حتى في هذا وخفيفه بارده، مناسبه للجو فعلا. يعطيك الصحه. بالنسبه عندي واحد الكيكه ديال الكاكاو. كيكه ديال الكاكاو، واخا لو سمحت يا سعاد خليك مع ديال الكاكاو. المهم، حاجتنا بجوج ديال البيضات، ونص كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب او لا عصير ديال الليمون. جوج معالق كبار ديال الكاكاو غبرة، واحد الخمارة، ودقيق حسب الخالط، تقريبا كاس ديال الدقيق. تنخلطوا الكل في الخلاط الكهربائي، وكندهنوا المول ديالنا بالزبدة، وتنرشوه بالكاكاو. تنخويو الخليط ديالنا، وكناخذ واحد التفاحه تنحكوها في حكاكه غليظه بالقشور ديالها، وبحال تنستفوها فوق هذاك الكيك. تناخذوا القرقع مهرمش وتنخويوه من الفوق حتى هو، وكندخلوها كطيب. بعد فاش كطيب، كناخذوا شوكولاط ابيض، كنديرو في السرنج ديالنا، وكنديرو بحال تنزوقها غير على شكل خطوط. كتجي وكندخلوها للثلاجه تبرد، هي كتجي غزاله. سهله وخفيفه، الله يعطيك الصحه سعاد. سهله وبسيطه. بنفس المقادير ديال العجين، انا كندير واحد المادلين تيجي عامر الكونفيتير من الداخل بنفس طريقه العجين. تناخذوا داك ليمول الفرديين او دوك القويعطات ديال المادلين. تناخذوا واحد المعلقه من الخليط وتنخويوها، عاد كناخذوا معلقه ديال الكونفيتور ديال الفريز، وتنديروها من فوق هذاك الخليط الاول اللي خوينا، عاد كنديروا الخليط الثاني باش كيجي هذاك الكونفيتور ديال الفريز من الداخل. فاش كندخلوهم يطيبوا، صافي تنخرجهم حتى كيبردوا، وندردروهم بسكر كلاصي، ونزوقهم على حسب. بالنسبه للسيدات، انا راه حطيتهم في لاباج ديالي البارح اللي بغات تشوفهم. هي شنو دايره في لاباج؟ هيوات سعاد وملكه. واخا ان شاء الله. تحياتنا لك سعاد. العفو. تبارك الله عليك، مشكور على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا، ساهلين وبسط انواع ديال الحلويات. ومزيان بالنسبه
بالنسبه لهذا اخر اقتراح اللي قدمت لنا هاد لي مادلين بالكونفيتور، يعني كيف كيتباعوا هكا دوك لي مادلين اللي كيتباعوا على شكل بسكويت، يعني ممكن نصايبوهم ونعطيوهم وليداتنا. وكاين انواع ديال دوك الكويرتات ديال مادلين كاين دابا جايين باشكال مختلفه.